في الشعيبات نرجوها ان هي مليئة في الرئتين. وتكون جدران الحويصلات رقيقة جدا ورطبة ومزودة بالشعيرات الشعيرات الدموية، يعني يجعلها ملائمة للتبادل الغازي. باهي عندنا نحن الحويصلات الهوائية هذينا، لما نخدم نحن الحويصلة الهوائية ان نحن وجينا كبرناها، تمام؟ جينا مثلا هذه الحويصلة الهوائية، نجوا الحويصلة الهوائية اللي هي متصلة بالشعيبات الهوائية، هنجد ان هي جدارها مبطن بهذا، هنجو للحويصلة الهوائية مبطنة بطبقة رقيقة جدا ورطبة، نلقوها هنا مجموعة بطبقة رقيقة جدا، كيف ما نحن درسنا من في الوحدة الأولى في الأوعية الدموية تكون الشعيرات الدموية رقيقة جدا عند اتصالها بالأنسجة. ليش قلنا مش يصير تسهل في عملية التبادل اللي هي الغازات. هنا الطلائية ونحن عندنا هيتم هذه المكان اللي يتم فيه هيكون في تبادل الغازات، تمام؟ فتكون الطلائية هنا في سمك خلية واحدة رقيقة، وهنلاحظ من الداخل مبطنة من الداخل بندوة أو بخار الماء، يقول لها ندوة أو بخار الماء. ليش؟ لما يدخل الأوتو من هنا أو ثاني أكسيد الكربون يقوم إيش؟ إن هو يذوب في بخار الماء، مش هتو هندرسون في عملية تسهل في عملية انتقال الغازات. عندنا في الصورة هذه تسمح الطبيعة المرنة للرئتين بالانقباض والانبساط، طبيعة مرنة للرئتين ان هي نرجوها كيف الاسفنجة، طبيعة ان هي مرنة تساعد ايش في عملية انقباض، يعني في عملية الشهيق والزفير اللي هي في عملية التنفس يصير فيها انقباض وانبساط، مش يصير في تبادل شنو للغازات وين في الحويصلات. عندنا ملايين من الحويصلات الهوائية اللي يصير يتم فيها تبادل الغازات. ويحدث تبادل الغازات خلال جدران الحويصلات الهوائية، وتوجد في الرئة آلاف من الحويصلات الهوائية بحيث تتيح مساحة سطح كبيرة إن هذه إن هي مش يصير تبادل الغازات، وتقدر مساحة سطح الحويصلات الهوائية الكلية في الرئتين بخمسين ضعف المساحة الإجمالية للجسم، يعني أضعاف مساحة الإجمالية للجسم، يعني قدرها مساوي سطح ملعب تنس، يعني إن هي كبيرة. ليش؟ لأن نحن عندنا مش توفر الأكسجين لجميع أنسجة اللي هي الأنسجة تاع أعضاء الجسم. باهي نشو توا نحن للتركيب للرئتين، نشو للرئتين الموقع متاعها. الرئتين في تجويف، في تجويف تقع كل من الرئتين في تجويف يسمى البلو، تجويف البلورة، يعني كل رئة من الرئتين تقع في تجويف يسمى تجويف البلورة. عندما تمتد الرئتين في التجويف تقريبا اللي هو تجويف البلورة مبطن باثنين من الأغشية الشفافة اللي هي تسمى بالأغشية البلورية، يعني في اثنين من الأغشية الشفافة اللي تبطن الرئتين،
وبداخل هذا فيهم سائل، هو سائل البلوري، يغطى الغشاء البلوري الداخلي للرئة، بينما يتصل الغشاء البلوري الخارجي مع إيش؟ مع جدران اللي هو الصدر والحجاب، يعني هو اللي قاعد محيط به من جدران اللي هو الحجاب الحاجز والقفص اللي هو الصدري. يغطي الغشاء البلوري الداخلي للرئة، بينما تتصل الغشاء البلوري مع جدران قلنا الصدر والحجاب الحاجز، تسمح الطبقة الرقيقة للسائل التلين اللي هو التصديق بين أغشاء البلورة بانزلاق الأغشية فوق بعضها بسهولة عند انبساط. يعني في سائل، في زوج من الأغشية، الأغشية هذه تحتوي على سائل، السائل هذا شنو يسمى بالانزلاق. طبعا عندنا الرئتين كيف الإسفنجة أن هي تبي تنقبض تأخذ الأكسجين وأن هي بالتقلص، فبذلك ان هي عمليه الطبقه الرقيقه هذه اللي موجوده بين اغشيه هي تسمح بانزلاقها الاغشيه اللي هي فوق بعضها بسهوله، اللي هي اثناء عمليه اللي هو انقباض والانبساط اللي هو عمليه اللي هي قلنا شنو الشهيق والزفير. تدعم الضلوع جدار القفص الصدري وتتصل بالعمود الفقري عن طريق الظهر. طبعا نحن الضلوع عندنا الضلوع شنو هن تدعم اللي هي الضلوع اللي هي القفص، عندنا القفص الصدري باهي. القفص الصدري بيش متصل؟ متصل من الخلف بالعمود الفقري. لو ان نحن شفناه في سكلتال سيستم او الجهاز اللي هو الهيكلي، انه هو هنشوفه ان الضلوع متصله من الخلف اللي هي بالعمود الفقري، ومن الامام بعظمه اللي هي تسمى عظمه الصدر او القص من الامام. طبعا نحن في القفص الصدري عند يوجد لدينا 12 زوج من الضلوع، 10 انهن متصلات بعظمه القص او اللي هو الصدر، وعندنا زوج هيكون من الاسفل هذين يكون سائبات. تدعم الضلوع القفص الصدري تتصل بالعمود الفقري عن طريق الظهر، بحيث يمكنها التحرك ايش لاعلى ولاسفل. اما من الامام من جهه البطن تتصل الضلوع قلنا بايش؟ بعظمه اللي هو بعظمه الصدر او القص، ترجوها العظمه من الامام تمام، ومن الخلف اللي هو بالعمود الفقري. 12 زوج من الضلوع تتصل العشرة الاولى منها اللي هو لو ان العد من الاعلى، لو انك عديتي الضلوع من الاعلى العشرة الاولى اللي هن متصلات بعظمه القص، والباقي اللي هو الزوج الثانيات اللي هو منها هتكون ضلعة الثانية زوج اللي هو هتكون ضلوع حرة مش متصلات بعظمة القص. توجد بين ضلوع مجموعات من العضلات، وهما بالتحديد العضلات البين ضلعية. يعني نحن عندنا لو ان جينا اللي بالنسبة لعظام القص، لو هنا نروح تاكي تمام، مثلا هيك لو رسم توضيحي هذينا القفص الصدري من الأمام، رسمه توضيحيه ان نحن
هذه عندنا عظمة القص، هذين الضلوع، طبعا عظمة القص مرتبطة من الخلف، ترقو من خلف العمود الفقري. قال لي كيف نحن نبغى نقولوا العضلات اللي بين ضلعية، هذه ضلعية، هذه ضلوع، هذا ضلع، هذا ضلع، عضلات بين ضلعية يعني إن هي موجودة بين الضلوع، ترقو بين العظم، ترقو بين العظمة والعظمة الثانية ضلوع، في ضلوع بين ضلعية، في داخلية وفي بطنها من الداخل ومن الخارج. مثلا هذا من الداخل، فنلاحظ في جهة ثانية هون عندنا رسم توضيحي هيوضح اللي هي العضلات اللي هي بين الداخلية والخارجية الأغشية هذه. تمام. هذه قلنا عند انقباض اللي هي اللي عندنا العضلات البين ضلعية الداخلية والخارجية، البين ضلعية بين الضلوع، عضلات داخلية وعضلات خارجية. عند انقباض العضلات البين ضلعية والخارجية تنبسط العضلات اللي هي لو أن عندنا ضلع الخارجية، العضلات بين ضلعية هذه بين الضلوع، في عندنا داخلية وفي عندنا عضلات خارجية في القفص الداخلي من الأمام و من الخلف. لو انقبضت الخارجية تنبسط الداخلية، لو انبسطت الخارجية تنقبض الداخلية، يعني هي عملية عكسية وهندسوها في عملية اللي هي تتم في عملية التنفس، والعكس صحيح. ويفصل الصدر عن البطن عضلة على شكل قبة ونسيج مرن هو الحجاب الحاجز، يعني اللي يفصل عضلة البطن والهني اللي هو قلناها هذه الرئتين، تمام، وهذا اللي هو اللي هي عضلة الحجاب الحاجز. هنحفظوها حتى هنا الرئتين اللي هي على شكل قبة. وعند انقباض عضلات الحاجب الحاجز يستطيع الحجاب الحاجز شنو يتسطح الحجاب الحاجز لأسفل، يعني أول ما تنقبض عضلات الحجاب الحاجز شو يصير له؟ يصير له عملية شنو؟ إنه هو يتسطح الحجاب الحاجز لأسفل اللي هو أثناء عملية أثناء عملية الشهيق، لكن يصير فيها ارتخاء اللي هي أثناء عملية الزفير، فنلاحظوا أنه هو يتقوس إلى أعلى ويغير عمل العضلات البين ضلعية والحجاب الحاجز من حجم تجويف الصدر، يعني أن الحركة متاع الحجاب الحاجز زاد اتساعها ولا أن هي تقوست وارتخت، أنها زيد هذه هندرسوها في النقطة اللي بعدها أن هي زيد